السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خالد صلاح من قناة اندرويد خالد. النهاردة في اول فيديو من سلسلة الحلقات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية عن اهم الاضافات او الادونز اللي ممكن تضيفها في جوجل كروم وهتفيدك جدا في الشغل بتاعك. النهاردة جبت لكم حل بسيط جدا لو انت اللابتوب بتاعك السماعات بتاعته ضعيفة والصوت بتاعه واطي في اوقات كتير جدا، واحنا بنشغل فيديو او مقطع صوتي بنلاقي ان الصوت بتاع اللابتوب ضعيف ومش سامعينه كويس. فالنهارده جبت لكم حل سريع جدا وازاي ممكن تعلي الصوت. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي ممكن نعلي الصوت. كل اللي احنا هنعمله هنفتح جوجل زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنضغط هنا على ابلكيشن، هيظهر معانا هنا ويب ستور. هنروح هنا في البحث ونكتب كلمة فوليوم ماستر، هتظهر معانا هنا اول ادونز او اول اضافة، هنضغط عليها هنا وبعد كده نعمل اضافة الى كروم. دلوقتي زي ما انتم شايفين بيقول لك تضيف الاداه ولا لا. بعد دلوقتي ما الاداه اتضافت معانا زي ما انتم شايفين هنا ظهرت معانا، هتظهر معانا من هنا زي ما انتم ملاحظين كده. هنا مستوى الصوت 100%، الاداه دي بتسمح لك ان انت تضاعف الصوت او تزود الصوت لحد 600%. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انتم شايفين برضو في ادونز او اضافات مهمه جدا انت بتضيفها عندك في جوجل كروم وبتساعدك، ممكن تضيفها لنا تحت في التعليقات عشان نفيد بيها الناس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.